هل يمكن بناء نظام أمني مشترك للعلاقات العربية الإيرانية؟ ما الفرص الاقتصادية المتاحة لتقوية العلاقات؟ ما إمكانيات الحلول السياسية لأزمات المنطقة وشروط نجاحها؟ الدورة الثانية للحوار العربي الإيراني، الأمن والاقتصاد والأزمات، مؤتمر ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران في الفترة من 27 وحتى 29 من مايو آيار الجاري. تابعوا افتتاح المؤتمر على قناة الجزيرة مباشر يوم السبت في 27 من مايو 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة.